صراحة أنا شايف المعرض السنة دي يعني في إقبال من الناس، في قراء، في ناس جديدة بتيجي تتكلم في ندوات، في شخصيات عامة بتيجي. احنا مشاركين السنة دي، احنا شاركنا السنة اللي فاتت تبع منظمة هناك في التشيك اللي هي سفيت كنيهي، المفروض مصر كانت ضيف شرف السنة اللي فاتت، تمام، وشاركنا وكان في إقبال كتير وكان في رد فعل إيجابي من الجانب التشيكي والجانب المصري. فعشان كده السنة دي هم احنا واقفين هنا عشان برضو ندي معلومات عن دولة تشيك، لان في ناس كتير ما تعرفش تشيك دي فين، ايه دولة تشيك اساسا. فاحنا واقفين هنا عشان نديهم معلومات اللي هم يطلبوها، اي حد عايز يسافر سياحة علاجية اي حاجة. هو انا النهاردة حاسة بروح جميلة في المعرض جديدة، حاسة ان هو مختلف عن السنة اللي فاتت. في حاجة عجبتني قوي اول ما طلعت شفتها، اللي هي الهيئة العامة للثقافة او كسر ثقافة الاطفال، عاملين حاجة جميلة قوي فوق، بروجرام جديد اول مرة اشوفه. بدل أرجوزات، يعني مثلا احنا كنا بنشوف الخيام التانية أرجوزات وحاجات زي كده، لا، فوق بيخلوا الطفل يكتب قصة، ولو القصة حلوة يعني يعلقوها في المعرض. فحاجة جديدة، يعني انا بحب قوي ننمي الاطفال ونمي فكرهم. المعرض السنه دي احلى من السنه اللي فاتت بألف مره. السنه دي في زي ما انت شايفه لكل بلد جزء، اكن مصر بتجمع العالم كله، وفعلا مصر جمعت العالم كله السنه دي. يعني زي اللي جنب كده الصين، يعني حاجه مهوله، مليار ونص، المليار جزء من جنب روسيا، حاجه فظيعه. حاجه فظيعه. بالنسبه للخيام اللي بره 10 على 10، يعني السنه اللي فاتت كان في حته ان الخيام مش مظبوطه، نلاقي خيام في الشارع، نلاقي حاجات كتيره جدا مش مناسبه. اما السنه دي كل حاجه 10 على 10، ربنا يزيدهم، ربنا يزيد البلد. المعرض السنه دي كويس وعامل امكانيات جامده، والناس عارضه حاجات حلوه، وطبعا غير اي سنه يعني، وفي ناس كتيره يعني. برضك المعرض السنه دي في حاجات كويسه قوي قوي قوي، وطبعا نتمنى طبعا دايما كل سنه احسن من اللي قبليها، عشان طبعا المعارض دي هي بتفيد الشباب وبتخليه يطلع على حاجات هو ما عندوش خبره عنها، فبيشوف البلاد شغاله ازاي، وكتالوجات ونشرات وتوعيه، فطبعا حاجه جميله جدا جدا جدا، وربنا يعني يحمي مصر ويرفعها اكتر واكتر. لا، بسم الله ما شاء الله، المعرض جميل جدا السنه دي، مركز دوله البحرين المستضافاه، فبسم الله مقدمين هنا خدمات جامده، بسم الله ما شاء الله، زي كتب في جميع المجالات، في جميع التخصصات، الحمد لله، لنا كل الاسعار، الاسعار ممتازه وجميله، وبسم الله ما شاء الله، ربنا يديم كده النصر لمصر ويجعلها دايما كده مناره للعالم كله.